مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. من اصعب المواقف اللي بتمر على المشاهير هي الوقوع في ازمات صحيه ونفسيه ولسه تكون اعمالهم الفنيه مستمره، زي مثلا التصوير او العرض المسرحي، وده بيخلي حياه كتير من الفنانين تنتهي في مواقع عملهم، زي بالظبط الفنانه فريال كريم. الفنانة فريال كريم اسمها الحقيقي فيرا بشارة سمعان، مولودة في 13 إبريل سنة 1938 في لبنان. كانت بتحب الغنى والتمثيل من صغرها، وشاركت في أول أعمالها الفنية وهي لسه عمرها 7 سنين بس. اختارت فيرا أن يكون اسمها الفني فريال بدل من فيرا، ولقبها حصلت عليه بعد جوازها من الفنان محمد كريم. مشوارها الفني كان فيه محطات كتير بارزة، انتقلت رحلتها الفنية بين مصر وسوريا ولبنان وحققت نجاح كبير، تركت وراها رصيد فني هائل من الأغنيات الإذاعية والأفلام والمسرحيات. كانت بدايتها الفنية وهي لسه عمرها 7 سنين كانت بتغني أغاني الفنانة فردوس محمد. ترجع قصة بدايتها الفنية لما اكتشف والدها أختها الكبيرة إيزابيل، اكتشف إن هي عندها موهبة غنائية. وقتها نصحته الفنانة نور الهدى اللي كانت صديقة للعائلة إن هو يسافر بيها للقاهرة ناحية الشهرة الواسعة، وبالفعل سافر والدها وخدها معاها وخد فريال. وفي مرة من المرات طلعت فريال على المسرح وغنت واحدة من وصلات المونولوج للفنانة ثريا حلمي، واللي كانت بعنوان احنا هنا يا اكسلانس. وقتها الجمهور اعجب بيها جدا واطلقوا عليها معجزة المسرح. شافها المخرج ابراهيم عواضة وشجع والدها على متابعة مشوار فريال الفني. وقتها اختارها المخرج إبراهيم لاما علشان تشارك في فيلم سكة السلامة وهي لسه عمرها 7 سنين بس، وبعديها حصلت على العديد من الأدوار المسرحية الهامة. كانت الفنانة فريال كريم بتقدر إن هي ترسم الضحكات على وش الجمهور حتى لو كانت وهي حزينة. يمكن من أشهر المواقف اللي بتبرهن على الموضوع ده لما وقفت مع الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وكان بيتها اتعرض للقصف والدمار وحست بخوف وحزن شديد، لكنها لما طلعت على المسرح علشان تأدي دورها مع الفنان فريد الأطرش أبدعت جدا في اليوم ده، حتى إن فريد الأطرش قال لها النهاردة رايقة وأدائك جميل. وقتها حكيت له إن هي حزينة بسبب قصف منزلها، وقتها الفنان فريد الأطرش داعبها وداعب زملائها وقال كل يوم زعلوا فريال قبل ما تطلع على المسرح علشان تبدع بالشكل ده. في لبنان اتعرفت الفنانة فريال كريم على الفنان محمد شامل وقت ما كانت أختها إيزابيل بتشتغل في الإذاعة اللبنانية، وكانت أختها هي السبب في التعارف ده. ساعدها الفنان محمد شامل في مشوارها الفني واداها العديد من الأدوار المهمة، ويمكن يكون من أشهرها دور زمردة في مسلسل الدنيا هيك، كما قدمت برنامج أبو سليم. كمان اشتغلت مع الفنان الراحل حسين علاء الدين الشهير بشوشو في مسرحياته لمدة 3 سنين متصلة، وكمان حققت نجاح كبير في عملها مع الفنانة صباح. الجمهورية العربية السورية من أهم المحطات في مشوار فريال كريم. كمان اتقابلت مع الفنان محمد كريم واتجوزت منه وخلفت منه بنتها منى كريم اللي عشقت التمثيل زي باباها ومامتها. وفي سوريا لمع اسم فريال كريم بعد ما قدمت العديد من العروض المسرحية المميزة، زي مثلا مراتي قمر صناعي، بيت للإيجار، طاسة الرعبة، كما قدمت مجموعة من الأغنيات الناجحة. دي أهم المحطات في حياة الفنانة فريال كريم. تعالوا نتعرف على أهم المحطات في حياتها الأسرية. اتعرفت فريال كريم على محمد كريم في سوريا وحبته، وكان عمرها وقتها حوالي 14 سنة، وكانت عايزة تتجوزه لكن أهلها عرضوا الموضوع ده، خصوصا والدتها وخالتها، ولكن اتجوزت دون موافقة أهلها. ولكن بعد مرور وقت اتصلحت مع أهلها وبقى محمد كريم أحب الأصهار إلى الأسرة. خلفت منه منى، وكانت دايما ما تشيد بدور جوزها في نجاحها الفني، فكانت بتطلق عليه نجم الظل اللي بيدفعها للنجاح، وكانت زوجة هادية ب
بتحب الجلوس مع أولادها وزوجها، وبتحب إن هي تقوم بالأعمال المنزلية والطبخ بنفسها. كانت طباخة ماهرة وتجيد طبخ العديد من الأصناف، وأهمها على الإطلاق الملوخية. كانت الفنانة فريال كريم معروفة بحبها الشديد للفن وتفانيها في عملها، حتى إن هي توفت يوم 4 من شهر إبريل سنة 1988 وهي واقفة على خشبة المسرح بتؤدي آخر أدوارها الفنية وبتغني جارنا الشاويش. سقطت بين الراقصين مفارقة للحياة إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة أودت بحياتها. جري عليها وقتها جوزها اللي كان بيحضر العرض وحضرها للمرة الأخيرة. الفنانة فريال كريم واحدة من أهم النجمات في لبنان وسوريا والوطن العربي كله، معروفة واشتغلت في مصر واشتغلت بره مصر، وكان ليها حفلات بيحضرها عدد كبير من الناس. بعد وفاتها بشكل صادم، الناس طبعا اتصدموا لان ما كانش حد تقريبا يعرف ان هي عيانه وعندها مشكله في القلب، ويمكن هي كمان ما كانتش تعرف المعلومه دي، ولكن يمكن يكون بسبب الضغط الزائد عليها في العمل و انشغالها بالحفلات وبالغنى وبالتمثيل من هنا لهنا لهنا، نسيت صحتها وكانت دايما حابة ان هي تكون موجودة وحاضرة بأغانيها وبتمثيلها، ويعني حياتها كلها فنتها في الفن، لكن ما خدتش بالها من صحتها وسقطت على المسرح أمام الجمهور. نفسها الأخير كانت على المسرح، كانت بتتفانى لعملها لآخر نفس في حياتها. أفلامها موجودة، أغانيها موجودة، تمثيلياتها موجودة، تقدروا تشوفوها وتتعرفوا عليها أكتر. لقيتني مع مرور سنين طويلة قوي النهاردة، حوالي بنتكلم في أكتر من 30-40 سنة على وفاتها، ناس كتيرة نسيوها وما بقوش فاكرينها زي زمان، ولكن القصة بتاعت النهاردة والحلقة بتاعت النهاردة تفكر الناس بيها تاني إن كان حد ما فيها، علشان ندعي لها بالرحمة وندعي بالرحمة لكل اللي احنا فقدناهم واحنا بنحبهم. في ناس اشتكوا من الصوت في الفيديو اللي فات وان الصوت مش واضح يعني، فانا بعتذر لكم اذا كان الصوت فيه مشكلة، وان شاء الله الايام اللي جاية هحاول ان انا ارجع للمايك القديم اللي كنت بشتغل بيه. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا لكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.